احنا خلصنا ازالة البرامج وتثبيتها. الدرس اللي بعديه ايه بقى؟ تعالوا برنت سكرين اللي في لوحة المفاتيح للحصول على صورة كاملة لمحتويات الشاشة. العرض الشاشة اللي قدامك اللي عرضها الشاشة المونيتور اللي قدامك المونيتور اللي قدامك ده انا عايز اخد له صورة اكني ماسك كاميرا وعمل تشيك اخد صورة. لو خدت الصورة الحالية ايه اللي هيحصل؟ يظهر فيها الكيبورد، يظهر فيها الخلفية، يظهر فيها ده كله. منين؟ قال لك في زرار اسمه برنت سكرين، هو مش مكانه هنا غالبا في الكيبورد بتاعتك، مكانه فوق شوية، تلاقي هنا بعد الاف 12 هتلاقي برنت سكرين على طول، بس مكتوب عليه نفس الشيء برنت سكرين بي ار تي اس سي ان. لو ضغطت عليها هياخد صورة للايه؟ للشاشة. ماشي الحال؟ صورة احتفظ بيها عنده في مكان بيحتفظ بيه بالقصصات الفنية دي. صورة تشك، وبعدين موجودة فين؟ موجودة دلوقتي متخزنة اكيد في الذاكرة، ما تخافش. انت ما عليك الا تقول عايزها فين الصورة دي؟ الصورة دي خدناها، عايزها فين؟ ماشي. لو فتحنا برنامج زي برنامج الوورد، او نفتح برنامج الوورد باد اول بروجرام، خلاص وهنتكلم عنه بعدين، ادي اكسسوارز وبرنامج، في عندي برنامج نوت باد، لا انا عايز برنامج الوورد باد لو موجود وورد باد. واجيب برنامج الوورد باد عايز الزقه بقى، يعني انا عملت له ايه؟ خدت الصوره بس عايز الزقها هنا باليمين، اقول له لصق او بيست، جاب لي الصوره اللي انا اخدتها. هي دي يا باشا؟ هي دي. معلش ماشي نقفل دي، انا مش عايزها ده، انا عايزه في الوورد. افتح الوورد يا سيدي، مفيش مشكله. نعم، وبرضه باليمين اقول له ايه؟ اليمين او اسف ادراج، هنا في لصق ولا لا؟ لصق جابها لي، هيجيب لي هي برضه جابها لي. يبقى اذا العمليه في منتهى السهوله. ها ايه هو السهوله اللي فيها؟ ان ادوس على زرار برنت سكرين ايه؟ ياخد لي الشاشه كلها. في بعض الاحيان سهله، وبعدين ادي اخدنا اهو، نعملها واحده كمان، ادي هنا اهو مثلا اهو فتحت دي كده اهو، او افتح دي كده اهو، اعمل اي حاجه خلاص. دي انا عايز اخد صوره من دي برنت سكرين، اخدتها. واجي في الوورد اللي انا عايز افتحه، او في اي حاجه تانية، او اي برنامج يقبل ادخال صور او خلافه، وراح باليمين على اي مكان وقول له لصق، هيجيب لي الصوره اللي انا اخدتها اللي انت شفتوها من شويه. ماشي ماشي. سؤال بقى استاذ راشد بيقول لي، نفترض ان انا فافتح مثلا عايز كالكوليتر، اوكي ادي كالكوليتر، وعندي برنامج اخر زي الايه مثلا والستيكي نوتس، وعندي برنامج ثالث الماي كمبيوتر، كل ده ادي ثلاث برامج وعندي. اوكي، ولو شفتوهم كلهم هيجوا في الصوره. كلهم ايه؟ هيجوا في الصوره ده اهو وهو وهو، لكن انا عايز بس صوره الكالكوليتر ده. يعني شوفوا، يعني نقول تاني، لو انا اخدت هنا برنت سكرين، ضغطت على برنت سكرين وانا هضغط اهو تك، واجي اروح للوورد واحط الصوره، هيديني صور ايه؟ كلهم مع بعض. ادي صوره ماي كمبيوتر، وادي صوره ستيكي نوتس، وادي صوره الكالكوليتر. لكن بيقول لي لا، انا عايز صوره الكالكوليتر وبس. ليه الغلاسه دي؟ هو حر. قال لك بسيطه، روح للكالكوليتر واضغط عليها مره واحده بحيث انها تكون النافذه النشطه. يعني ايه؟ خلي بالكوا ده دلوقتي هي النشطه، والباقي دول مش نشطين، دول نايمين. لو ضغطت على ماي كمبيوتر هتلاقي ماي كمبيوتر هو اللي نشط والباقي ايه؟ نايم. لو ضغطت على ستيكي نوتس هتبقى ستيكي نوتس هي اللي ايه؟ نشطه والباقي نايم. فانا اجي على اللي عايز اخد لها صوره لوحدها واضغط عليها، بقت هي النشطه. بعدين عارفين الكيبورد؟ اضغط على الت مع برنت سكرين. في هذه الحاله بياخد ايه؟ صوره من النشطه وبس. الت مع ايه؟ برنت سكرين. يعني دلوقتي لو رحنا للايه؟ للوورد، خلاص واجي باليمين واقول له لصق، هيلزق لي ايه؟ بس الكالكوليتر. باختصار تاني، نعم،
عملية البرنت سكرين ما هي إلا عملية إنها تاخد صورة للشاشة أكنك واخدها بالكاميرا، بتاخد صورة للشاشة كاملة. ماشي، تضغط على مفتاح برنت سكرين اللي بيكون فوق هنا اهو، معلش هنا بس عشان المكان، بيكون فوق بعد الاف 12 هتلاقوه، وتضغط على برنت سكرين يروح واخد لك صورة للشاشة. ماشي، تروح لأي مكان زي الوورد أو الإكسل أو أي حاجة، وتيجي باليمين تقول له لصق لو سمحت أو بيست، هيروح لزقها لك. جميل جميل، نقفل ده يا باشا. اوكي، طب لو عايز اخد لواحده بس، لايه، لحاجه نشطه واحده، وليكن مثلا خلينا نفتح الادوب اكروبات ريدر، وانا بقى عايز ايه اخد، مش هاخد للكل، انا عايز اخد بس ايه للشاشه الصغيره دي بس، مش عايز للكل. فقال لك تحرص انها تكون نشطه، تضغط بس على شريط العنوان، وبعدين اضغط على الت، شايفين الت اهو، الت مع برنت سكرين. فهذه الحاله اللي بيحصل، بيطبع لك اي واحده، كل الشاشه لا، بيطبع لك الشاشه اللي انت عملتها بس، اللي انت اكتف بس. تروح دلوقتي للوورد وتقول له باليمين لصق، هيلزق لك ايه، لا انا كده ما عملتهاش، نيجي هنا اهو وقول له لا انا عايز دي، واضغط على الت تاني، معلش هي دي، اوكي، واضغط على الت، خليه يغلق، الت الت مع برنت سكرين، واجي هنا لوحدها، نشيل دي بقى، كنترول في، هيجيب لي ايه النافذه لوحدها الاكتف. ونتقابل في الدرس القادم، وشكرا.